بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم حياك الله. وأحيي المشاهدين الكرام. بالنسبة للوقفة التي أقمناها اليوم أمام القنصلية الصينية، تنحصر مطالبها في التالي: أولا، تعريف العالم الإسلامي بأن الصين وعلى رأسها الرئيس الصيني تنفذ سياسة تصين الإسلام وإخضاع الإسلام للمبادئ الشيوعية. مع الأسف الشديد، الكثير من المسلمين يظنون ويقولون أن هذه المشكلة، مشكلة الأوغور ومشكلة التركستانيين، حدثت بسبب مشكلة مع الغرب وبالذات مع أمريكا، ولذلك الدول الغربية تثير هذه القضية لإحداث مشكلة ما بين المسلمين والصين عموما. ليس هناك، هكذا يظنون. في حقيقة الأمر، منذ طبعا 72 عاما هناك اعتداء، هناك تجاوزات في حق المسلمين في تركستان وفي حق الإسلام، خاصة منذ عام 2017 اشتدت وطأة هذه الجرائم وهذه الاعتداءات على المقدسات الإسلامية. ولذلك أردنا أن نعرف هذه القضية للمسلمين عموما، لأن ما جاء في تصريح الرئيس الصيني في المؤتمر الذي عقد يومي الرابع والثالث من شهر ديسمبر الحالي في بكين تبين بجلاء. مع الأسف الشديد أن الدولة الصينية دولة مغلقة للصحافة، وليس هناك ما خطورة ما صرح به الرئيس الصيني أو طالب به شيخ محمود خلال هذا الاجتماع؟ حسب ما نشر في الجريدة الرسمية في شينجيانغ، حسب إطلاقهم على تركستان، صرح قائلا الثبات والاستمرار بسياسة تصين الإسلام وإخضاع الإسلام للمبادئ الشيوعية والاشتراكية. هذا كلامه. ومن ثم كلام المسؤولين الآخرين في المؤتمر وفي غير المؤتمر، كيف ننفذ تعليمات الرئيس بخصوص الدين وبخصوص الإسلام بالذات. يعني هم يعني قالوا كلاما كثيرا جدا حول هذا الموضوع، من ضمنهم من قال في المؤتمر من المسؤولين الصينيين: يجب أن نعلم المواطنين أن الحزب أعلى من الدين، وأن المواطنين يجب أن يفتخروا بكونهم مواطنين قبل أن يفتخروا بكونهم مؤمنين، وغيرها. يعني كل هذا في نظرهم يجب أن يزرع على قلوب المسلمين وعلى قلوب المواطنين، حتى يصبحوا هؤلاء المواطنين يشعرون بالفخر بالانتماء للحزب الشيوعي وبالفخر لانتمائهم للدولة الصينية.